أخيرا آخر سنة الكلام كله اختلف عن الدهون الحيوانية والسمن البلدي، وأنا هتكلم عن الموضوع ده برضو، هرجع للآية اللي قلتها: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. هنقول تاني إنه كمية الأكل لازم تكون بتتناسب مع كل شخص. آخر سنتين كانوا عاملين الأبحاث شغالة بقالها أكتر من 10 سنين، بيشوفوا الزيوت النباتية والزيوت المهدرجة والسمن البلدي والنشويات، وقسموا الناس لمجموعات: ناس بتاكل نشويات كتير، وناس بتاكل شحوم وسمن بلدي كتير، وناس بتاكل أكلات متوازنة. لقوا إن اللي بياكل كربوهيدرات كتير معرضين أكتر، وبيجيلهم تصلب شرايين أكتر، ونسب الكوليسترول والدهون في الدم أعلى من الناس اللي بتاكل سمنة بلدي وشحوم باعتدال. باعتدال. لا احنا مش هنفتري في ناكل كله بقى. لا، هو برضه مفيش مانع انك تطبخ يوميا بسمنه بلدي. الكميه قد ايه اللي بحطها؟ يعني ما احطش مغرفتين، لا احط معلقه، بحيث ان كل واحد نصيبه لو هم 4 أو 5 أفراد أو 6 أفراد احط مثلا معلقه او معلقتين، كل واحد يسيبه 2 جرام. حلو، مفيد. مفيد للشعر، ومفيد للجلد، ومفيد للعينين، ومفيد للضوافر، مفيد للهرمونات، ومفيد للحاله النفسيه وكل حاجه. ومش هترفع نسبه الدهون في الدم. لكن ما احطش مغرفتين يبقى كل واحد واخد لي 15 20 جرام وهو اساسا ما بيتحركش عشان يحرق كميه الدهون دي. فهنا عدم الاسراف، تناسب ما بين اللي باكله وما بين مجهودي وما بين وزني وما بين اللي بحرقه. تمام؟ فثبت انه السمن البلدي وشحوم الحيوانيه ليست مضره في حدود تناسبها مع المجهود اللي انا بعمله ومع وزني ومع حركتي ومع نسب الدهون اللي موجوده عندي في الدم. يعني ممكن في قصه انه انا اكلت فالكوليسترول عالي، دي ما بقتش علاقه مباشره. يعني ما بقاش انه انا اكلت كام يوم ورا بعض دهون وسمن بلدي ومش عارف ايه، برضو مش كتير يعني، يبقى الدهون عليت بقت 300 و400. لا، دي بتعلى بقالها كتير، لانه مش القصه قصه اكل، قصه ان في الكوليسترول والدهون دي هي عباره عن الدم ميه دايب فيه بروتينات ودايب فيه دهون، دايب فيه خلايا هي كرات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدمويه والكلام ده كله، ودايب فيه اجسام مناعيه واجسام مضاده. الدهون جزء من المكون اللي موجود في الدم، لو زادت عن نسبة معينة أصبحت مضرة. طيب الدهون دي لما أنا باكلها بتروح للدم بيحصل فيها إيه؟ في إنزيم موجود في الدم، الإنزيم ده بيشيل الدهون دي على كتافه ويروح داخل بيها جوه الكبد، الكبد يخلقها يحولها إلى حاجات تانية حسب الجسم ما يحتاج، يخلقها امينو اسيدز احماض امينيه عشان يكون منها بروتينات، هيخلقها هرمونات وانزيمات عشان الجسم محتاج هرمونات وانزيمات، هيخلقها حاجات علشان الجسم محتاج شعر، محتاج جلد، محتاج حاجات مختلفه، هيحولها لحاجات تانيه مش هتفضل دايبه في الجسم. لو الهرمون ده قل الكوليسترول هيقل، حتى لو ما اكلتش ولا سنتي ولا جرام دهن او شحوم او حاجات زي كده. طيب الدهون، كلمة الكوليسترول عالي ما بقتش ليها معنى دلوقتي. دلوقتي احنا بنعمل تحليل دهون كاملة في الدم، هنعمل الكوليسترول والدهون منخفضة الكثافة والدهون مرتفعة الكثافة والدهون شديدة الانخفاض في الكثافة.